بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله اليوم راح نكمل الجزء الآخر من المحاضرة، تمام، اللي بيحكي عن الهالف لايف. تمام، هسا عرفنا الهالف لايف في المحاضرة السابقة إنه هو، أو بالبارت السابق، إنه هو the time is needed by the body to eliminate 50% of the drug. تمام، إذا هو الوقت الذي يحتاج الجسم حتى يتخلص من 50% من تركيز الدواء الموجود بالجسم. تمام، جميل. هسا يا جماعة في معلومة لازم تكونوا عارفينها، إنه the half-life is fixed. تمام، إذا هو ثابت، ولكن يكون ثابت في the first order kinetics. تمام، هسا إحنا ليش حاطين إنه ثابت هون؟ لأنه معظم الدرج راح تكون عبارة عن هي most of the drugs راح تكون على the first order kinetics، وراح نفرق بين the first order و zero order من نهاية المحاضرة. تمام، جميل. يعني هو بس فيكسد في حالة الفيرست اوردر، اما في حالة الزيرو اوردر راح يكون مختلف. طيب هسه هون بيسألنا why we need، تمام، to study the half life. راح نشوف بنستفيد من الهالف لايف. اول معلومة بحكي لك to determine the frequency of drug administration، اذا انا قديش لازم اخذ هذا الدواء باليوم. تمام، اذا حكى لك انه الهالف لايف للدواء مثلا والله 6 ساعات، تمام، 6 every 6 hours. تمام، فبالتالي انت تحط ببالك ان every 6 hour you should take this medication، يعني 4 مرات باليوم. تمام، بالتالي the shorter the half life، كل ما كان ال half life اقصر means that the clearance is high، so we need to administer the drug more frequent. تمام، هسه في هذه تكون 6 ساعات، في هذه تكون مثلا ساعتين، وفي هذه تكون ساعة. تمام، ساعتين كم مرة بدك تاخذه؟ يعني حوالي 10 مرات باليوم، تخيل. فهي الأدوية مش محببة، ومن السلبيات تبعتها يعني حكينا بالأورال إنه ما في التزام عند المريض، ما راح يقدر يلتزم إنه يأخذ أكثر من 10 مرات يعني، أو هالكم الكبير الهائل هذا. تمام، هسا إحنا ما بهمنا، بهمنا مثلا الإكزامبلز هون. في أحكي لك الوارفارين، تمام، حكي عنه كثير اليوم أو بالمحاضرة هاي، وإله very long half life، حوالي 36 ساعة. تمام، فبالتالي إحنا بنحتاجه one time every يوم ونص، كل يوم ونص ناخذه مره. تمام، الاموكسيسيلين مثلا فور اكزامبل الهالف لايف تبعه 8 ساعات، وبالتالي ناخذ 3 مرات باليوم. الليفيدوب 4 ساعات، تمام، بدنا ناخذه 6 مرات باليوم، 6 مرات باليوم. كيف حددت؟ انا قسمت 24 على 4. هون مثلا شو سويت؟ انا حطيت 24 على 8. تمام، اليوم فيه 24 ساعة، ونص اليوم فيه 12 ساعة، حوالي 36 ساعة. تمام، فهي اول وظيفه من وظائف الهالف لايف، ان احدد قديش الفريكونسي تبعت الدراج ادمنستريشن لعند البيشنت. النقطه الثانيه يا جماعه هي ديترماين ذا تايم ذات از نيدد فور كومبليت كليرنس اوف الدراج. تمام، هسه اذا انا حكيت لك كل مره، اول مره كان 100%، تمام، اول هالف لايف راح يكون 50%، ثاني مره راح يصير 25، كل مره الدواء راح ينقص مقدار ايش؟ 50% من الجديد. تمام، طب 25%، تمام، مرت كمان دوره رح ينقسموا نصين، رح يصيروا 12.5%، وهكذا حتى ايش؟ الكونسنتريشن رح يظل يقل 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 للاخر. تمام، فيقول لك يوجوالي احنا بدنا 4 لـ 5 هالف لايفز يكون الدواء منتهي. لو خلينا نقدم مثلا هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5، يعني بعد 5 هالف لايف رح يكون تركيز الدواء بالجسم 3%، وهو تركيز جدا ضئيل. وهسه رح نعرف بعد شوي شو الوظيفه، يعني شو بنستفيد، يعني احنا ليش بعض الأحيان بدنا نخفف من تركيز الدواء. تمام، هسا متى لما أنت بدك تغير الدواء، مثلا مريضك كان يأخذ دواء معين أنتيبيوتيك، تمام، ما استجاب له، ما بصير فجأة أغيره مباشرة، لا، أنت لازم تعمل إليمينيشن فروم ذا بادي. تمام، طب والله تقول لي خلاص مرت مثلا 6 ساعات، لا، بدك تظل تمر يعني هالف لايف، بدك تقعد يوم يومين عبال ما يخلص كامل. تمام، so when change the drug to another class you need to wait for first drug to be cleared then start the another one. وهاي العبارة جدا مهمة بالنيرفا سيستم درج، يعني اي دواء بأثر على الجهاز العصبي لازم يعني نستمر حتى او ننتظر حتى ايش يصير complete clearance of the drug from the system، لانه اغلب الادوية تبعت النيرفا سيستم تعمل ايش complication اذا اعطيتها مع بعض. تمام، يعني في ادوية اوكي مشيها، بس في ادوية لا. طيب ثاني خطوة أو ثاني معلومة يقول لك clear the drug before surgery. تمام، هسه في أدوية زي مثلا اللي هي مضادة تخثر زي الورفارين مثلا، تمام،
حكينا الهالف لايف له 36 ساعة، تمام؟ فافترض المريض، احسن انتوا لازم تكونوا فاهمين انه حكينا الورفرين نعطيه للاشخاص وعندهم ماي كارد انفكشن، تمام؟ يعني كبير بالسن، فبالتالي نسبة الامراض بجسمه عالية، فممكن نحتاج نعمل له جراحة، تمام؟ جميل. هسه هاي الجراحة بدك تعملها، انت بدك تعمل انسجن، يعني بدك تعمل جرح وخياطة واشياء زي هيك، فبدك تحتاج كلوتينج فاكتور حتى تسكر وراك. انت راح تخيط الجرح ما في مشكله، ولكن بدك كلوتينج فاكتور اللي هي عامل التخثر حتى تسكر الجرح اللي صار، تمام؟ ولكن لما مريضك يكون ماخذ وورفرين هذا الاشي بيمنع التخثر، تمام؟ طيب كيف بدنا نعرف يعني اذا كان تركيز الورفرين عالي بالجسم، تمام؟ ما بصير في تخثر، راح يصير في بليدنج وما راح تضبط العمليه، راح تفشل. فبالتالي clear the drug before the surgery. For example, in case of the patient that takes warfarin, we cannot start the surgery before we ensure, لازم نكون متأكدين that the warfarin plasma level is very very low to avoid bleeding during surgery. تمام، جميل. هسه احنا حكينا 100%، يصير 50%، يصير بعدين 25، يصير 12.5، يصير حوالي 6، هون 6.25، المهم الى اخره، تمام. هسه انتم ممكن تحكوا لي والله مثلا بعد 36 ساعه اللي هو الهالف لايف تبع الورفرين، تمام، يعني هون 36 اور صار كونسنتريشن 50%، تمام. بعدين يعني انت ممكن تقول لي طيب ما دام انه الكونسنتريشن 50% انا ليش بحتاج اعطيه كمان دوس؟ هسه 50% هي نت ثيرابيوتيك كونسنتريشن، يعني ما بتعالج المريض، تمام، ما بتحل المشكله، ولكن بتأثر لما تعمل جراحة. انت لما يعني هاي التركيز بالنسبة للجراحين عالي جدا، تمام، فلازم اضل اخفف وتيصل 6 أو 3 او اقل كمان. يعني بدك تنثر حوالي قديش؟ والله اضرب 36 ساعة ضرب 5 بيطلع معك رقم قديش يعني 180 تقريبا، تمام، 180 اور بدك تنتظر، تمام، حتى تعمل عملية. تقول لمريضك والله وقف الدواء اليوم، الآن وقف الدواء مثلا وقفه الساعة 12، بعد 180 ساعة، تخيل الرقم، انت متخيل الرقم؟ بعد 180 ساعة بدون ما ياخذ الدواء تعمل له عملية. اما مو تقول وقف الدواء اليوم وتعال بعد يومين. اذا الهالف لايف تبعت الورفرين 36 ساعة، انت شو متخيل؟ تمام. النقطة الثالثة هي determine the time to attain حتى نصل ل steady state concentration، تمام، جميل. شو المقصود بالستيدي ستيت كونسنتريشن؟ هسه يا جماعه شوفوا كيف، خلينا نوضح هون على هذا الجراف. هاي اول دوس، هاي الدوس الاولى، هاي الدوس الثانيه، هاي الثالثه، هاي الرابعه، تمام، هاي الخامسه، وهاي السادسه، تمام. شايفين يا جماعه هذا الخط اللي راح ارسمه؟ هذا اسمه ثيرابيوتيك كونسنتريشن، تمام. يعني اذا انا اعطيت المريض مثلا 100 ملغرام مثلا اوف دراج اكس، تمام، بعد ما يمر اول هالف لايف راح يصير قديش؟ هي راح صار 50، تمام، صار 50. كمان مره راح اعطيه كمان 100، راح يصير هون قديش؟ 100، صح، تمام. لحظه بس، اعطيته 100 ملغ، بعد ما مر اول هالف اور او اول هالف لايف صار انا قديش؟ 50. تتكون مره نفس المبدا، ولكن هو قاعد يبني عليه، يعني كان عندي 50، ضيته كمان 100، 150، 150 على 2 اللي هو قديش؟ 75، وهكذا 75، اعطيته كمان 100 وهكذا. هسه الفكره انه انت ليش انا بعطي هاي الجرعه حتى اصل للسيد ستيت اللي هي هون الثيرابيوتيك كونسنتريشن. يعني نفترض ان الثيرابيوتيك كونسنتريشن راح يكون مثلا مش 100، لا راح يكون مثلا حوالي 300، تمام. فانا ما بقدر اطلع مره، يعني لازم امر مرحله مرحله، تمام، خطوه خطوه. بعطي اول جرعه، ثاني جرعه، ثالث جرعه، رابع جرعة، تمام، حتى اصل للستيدي ستيت، تمام. هسه مجرد ما وصلت لهون ببلش اعطيه شيء اسمه اللي هو مينتيننس دوز، تمام، اللي هي نفسها هاي صراحه، تمام. هسه العلماء قالوا لك يا عمي ليش انا اضل مثلا امشي اضيع وقت المريض، انه مثلا اشوف كيف انت كم هالف لايف استغرقت هون؟ حوالي 3 أو 4، تمام، اول هالف لايف، ثاني هالف لايف، رابع هالف لايف، تمام. ليش اضل استغرق هذا الوقت من وقت المريض؟ ليش ما اعطيه مثلا جرعة كبيرة بالبداية؟ جرعة بدل ما تكون 100 ملغ خليها يا سيدي قديش؟ خليها 700 مثلا او 600، تمام؟ خليها 600، 600، ولما يعمل اليمينيشن راح تصير 300. مجرد ما صارت 300 ببلش اعطيه جرعة صغيرة اللي هي 100 ملغ،
100 ميلي جرام راح يصير لها نصها راح يصير له إليمنيشن نصها لا، فتصفي حوالي 300-350 بتزيد وتنقص، تظل حوالي هذا الليفل، هاي بتزيد وبتنقص بتزيد وتنقص تمام. هذا اللي هون اسمه effective concentration أو therapeutic concentration اللي إحنا بدنا إياه. أقل منه بهاي المرحلة المريض ما بيستجيب، هون المريض ما بيستجيب، هون المريض ببلش يحس بالفائدة تمام. جميل. فالهدف من الهالف لايف يا جماعة إنه نحدد إيش التايم that is needed to attain the steady state. كيف تعرفه؟ يعني هو تقريبا راح يستغرق منك من 4-5 هالف لايفز تمام. يعني إذا كان الدواء عندك مثلا الهالف لايف تبعته 5 ساعات تضرب ضرب 5 بيطلع لك 25 ساعة تمام. يعني بدك تعطي المريض الدواء هذا 5 مرات، وكل مرة بينات المرة الأولى والثانية بيناتهم 5 ساعات، والثانية والثالثة 5 ساعات تمام، راح تستغرق معك القصة 25 ساعة. فبالتالي بإمكانك أنت تنهي هذا الموضوع كله وتعطيه إشي اسمه loading dose اللي هي جرعة كبيرة تمام. So what is this? But this consume the time of the patient. What is the solution? Solution بكل بساطة إنه نعطي المريض اللي هو loading dose وهي جرعة كبيرة مرة واحدة. من البداية بعطيه جرعة كبيرة بدل ما أعطيه ظل أعطيه 100 ميلي جرام، لا خلاص بشطب 100 ميلي جرام بعطيه قديش 600 الليفر انزيم راح تتخلص من نصها يضل عندي 300 تمام. بوصل 300 هون ببلش الآن أعطيه الجرعة صغيرة. هل شوف كيف المنطق أنت هسه، أنا أول مرة أعطيته 600، هل من المنطق كمان مرة أعطيه كمان 600 ميلي جرام؟ مصيبة، هيك مصيبة، لأنه راح يصير عنده إيش اللي هو أوفر دوس، راح يصير عنده تسمم من وراء الدواء اللي أعطيته إياه شو مكان. فبالتالي لا، الجرعة الأولى راح تكون اسمها لودينج دوس، بينما الجرعة الثانية اللي هون هاي الجرعات اللي هون اسمها إيش مينتينس دوس تمام. هاي الفرق بيناتهم. So يقول لك one big large dose is given to the patient instead of multi small doses. هاي the initial dose يا جماعة to be administered before the regular dose أو اللي هي المينتينس دوس اللي إحنا بنعرفها يعني مشهورة جدا مينتينس دوس، من اسمها يعني جرعة الالتزام، يعني ظل نعطيها مستمرين فيها تمام. كيف ممكن نحسب اللودينج دوس؟ أقول لك اللودينج يعني سهل جدا. اللودينج دوس يعني هي عبارة عن الكونسنتريشن اللي هو الثيرابيت الكونسنتريشن ضرب الفوليوم اوف ديستريبيوشن تمام. اللودينج دوس يكون تو ذا كونسنتريشن مضروبة بالفوليوم اوف ديستريبيوشن. الفوليوم اوف ديستريبيوشن عرفنا كيف نحسبه تمام، حكينا فوليوم اوف ديستريبيوشن بدك تحكي الماس تبعت الدواء اللي عندك على الكونسنتريشن اللي تحسبه من خلال ايش تستيوب بتودي الى المختبر. يعني صارت ثابته الثيرابيوتيك كونسنتريشن جاي مع التجارب، مثلا قالوا لك الثيرابيوتيك كونسنتريشن 300 ملي جرام تمام، زي ما حكينا مثالنا ذلك انت تحسب اللودنج دوس، وهي اشياء جدا سهله بس تمام. جميل، هسه خلينا نفهم واتس يعني شو المقصود بالكاينتكس وشو الاوردر اوف كاينتكس. فينا فيرست اوردر وفينا زيرو اوردر تمام. طيب هسه ليش في هاي الفكره الفيرست اوردر والزيرو اوردر؟ لانه الليفر انزيمز مش نفس التركيز تمام. يعني في ليفر مثلا في دراج يصير لها ميتابوليزم من خلال ليفر انزيمز، وهاي الانزيم بتكون تركيزها كثير كبير اكبر من الدراج بكميات كبيره. يعني اذا كان عندي مثلا اذا اعطيت المريض مثلا 100 ملي جرام اوف دراج اكس تمام، وقلت لك انه الانزيم واي مسؤول عن الميتابوليزم تبع الدراج اكس تمام، تخيل قديش ممكن يكون، ممكن يكون مليون مقابله. طب أعطيت 1000 بدل ما أعطيت 1000 ميلي جرام برضو في مليون، والمليون أكثر منه كبير تمام. أعطيت مثلا 100,000 وهكذا. فبالتالي هاي راح تتبع للفيرست أوردر كاينتكس تمام. بينما في أدوية أخرى يكون عدد الإنزيمز محدود تمام، زي الفينيتوين زي الأسبرين كمان. يعني عدد الإنزيم المسؤول عن الميتابوليزم of the phenytoin is limited. يعني إذا أنا أعطيت 100 ميلي جرام أنا ما عندي غير مثلا 75 إنزيم تمام. أعطيت 200 ميلي جرام أنا عندي قديش بس 75 إنزيم، يعني أنا بس عندي 75 عامل ماشي. فشو بتفرق معي هاي؟ بتفرق إنه هذول تمام، سواء أعطيت 100 حكيت لك مثلا هذا الانزيم عنده القدره انه يعمل ميتابوليزم تمام من خلال وقت ثابت، مثلا كل ما تمر ساعه بيعمل ميتابوليزم لا ايش نص ملي جرام تمام. الانزيم الواحد كم انزيم عندي انا؟ مليون. ولكن انا هل راح اشغل مليون انزيم؟ لا،
حيكون عدد تشغيل الانزيمز على نفس يساوي نفس عدد ايش الكونستريشن في الدرج اللي عندك. تمام، عندك 100 ملغ راح يشتغل معك 100 عامل، اذا 100 ملغ سوى عندك قديش 100 انزيم. كل انزيم قلت لك عنده القدره انه يتخلص من نص ملغ تمام بير اور، بالتالي افتر 1 اور افتر 1 اور شو راح يصير؟ راح يصير بدل 100 ملغ راح يصير عباره 50. تمام، هاي أول نقطة متفقين عليها سهل جدا. طيب افترض إنه إجى على بالك أنت ترفع الدوز وتخليها قديش 1000، ما بدك 100 بدك 1000 هسه. تمام، هل إنه رح يشتغل 100 ملي 100 إنزيم؟ لا، لأن أنا عندي عمال فاضيين بشغلهم. ليه ما بشغلهم؟ برجع على المليون بقول لهم تعالوا يا عمي خلينا نشغلكم شوية، بشغل 1000 إنزيم الآن، بشغل قديش 1000 إنزيم. ونفس الشيء كل واحد عنده قدرة خلال ساعة انه يتخلص من نص ملي جرام. تمام، يعني افتر 1 اور تمام راح يصير عندك قديش 500 ملي جرام. تمام اوكي، هاي اول دوره مرت بالليفر. تمام، مش حكينا انه البلد راح يمر بالليفر، تمام، بعدين يروح للهارت للفينس سيستم، بعدين للهارت، بعدين يرجع مره ثانيه للليفر، يعني دوره. تمام، بتعرف سيركتري سيستم اسمه الجهاز الدوران اصلا. تمام، فبالتالي هاي اول دوره. ثاني دوره الليفر انزيم نفسها واجهت 500 ملي جرام، هسه خلصنا من 1000، خلصنا من 1000، هاي 1000 اكس عليها صار عندي 500. طيب بشغل 500 انزيم، ما عندي مشكله، انا انزيمات عندي شغاله وكثيره. تمام، سو افتر 1 اور قد ايه راح اوصل؟ 250. كمان راحوا هذول لفوا مره ثانيه بالليفر ولفوا بالجهاز الدوران البلد يعني. تمام، رجعوا الليفر مره ثانيه برضو نفس الشيء، راح يقولوا لك قد ايش 125، وهكذا هكذا 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 حتى قل تركيزهم على الاخر. تمام، فانا على قد ما عندي درج بشغل انزيم، لانه انا عندي انزيمز يعني مليانه يعني بس بدها تشتغل. تمام، بينما هذا الشيء مختلف في حاله الزيرو اوردر كاينتكس. تمام، هسه خليني هون نلخص الموضوع. حكينا الفيرست اوردر كاينتكس راح تكون معظم الادويه راح تكون فيرست اوردر، وهذا من لطف ربنا صراحه انه تكون فيرست اوردر. تمام، فبالتالي راح تكون الليفل اوف توكسيسيتي اقل. يعني صح شخص اعطيته مثلا 100 ملغ اوكي صار ميتابوليزم 100، اعطيته 1000 صار ميتابوليزم. تمام، اعطيته مثلا اكثر صار ميتابوليزم. اذا كان زيرو اوردر لا، اعطيته 100 انت مشيناها، اعطيته 200 صار اوفر دوز عنده، بطل يجمع الانزيمات، بطل يجمع خلص انه في فل. هسه بشرح فيها. تمام، هون رح نستنتج انه في عندنا فيكست هالف لايف. تمام، زي ما شرحت لكم هون، يعني قد ما كان عدد الكونسنتريشن او قد ما كان عدد الجزيئات الدور اللي انت معطيها راح يكون الهالف لايف نفسه. كل مثالنا هون بهذا اللي شرح انه كل انزيم عنده قدره يتخلص من نص ملي جرام بير اور، سواء كان عندك 100 ملي جرام 1000 ملي جرام بغض النظر. تمام، راح يكون له فيكسد هالف لايف، وجدا مهم المعلومه هاي. هسه ليش شرحت؟ انا اقول لك هيوج امات اوف مايكروسومال انزيم ان ذا ليفر. تمام، سو ات كانت بي ساتوريتد ايزلي، يعني صعب انك تعمل ساتوريشن لها لان عددها كثير كبير كثير كبير. Whatever the amount of the drug. تمام، جميل. هون بحكي لك enzymes more than the drug substrate، فبالتالي نستنتج انه عدد الانزيمز اكثر بكبير او اكثر بكثير من الدرج نفسه. تمام، هاي بالنسبة للفيرست اوردر كاينتكس. خلينا نشوفها على الرسمة هون كمان، شوفوا كيف هاي رسمة الفيرست اوردر كاينتكس. تمام، هاي الدرج كونسنتريشن هون، وهاي ايش الهالف لايفز. تمام، شوفوا كيف اول نقطة تستنتجوها من الجراف اهم اشي طلعوا على الهالف لايف، يعني انسوا رسمة هاي، طلعوا لي على الهالف لايف، شوفوا المسافات متقاربة نفسها، هل المسافة من صفر لواحد نفسها من واحد لاثنين، نفسها من اثنين لثلاث، نفسها من ثلاث لاربعة، نفسها من اربعة لخمسة؟ والله نفسها، معناته له فيكسد هالف لايف. تمام، فبلاش نرجع بالمعلومات، بما انه فيكسد هالف لايف فبالتالي راح يكون له ايش؟ فيرست اوردر كاينتكس. تمام، طيب خلينا نفهم الجراف اكثر. هو قال لك هاي 100 ملغ، هاي 100% يعني. تمام، الهالف لايف تبع يعني انا بدي اشيل 50% منها. تمام، هاي هون هاي 50% بمد خط هون اول هالف لايف شال منها 50%. تمام، هون راح يكون. طيب 50% نصها 25، هل راح تكون هون؟ لا، ما راح تكون هون، لو بدي هالف لايف جديد راح تكون هون. ال 12 ونص نفس الشيء، وهكذا. هو نظريا يا جماعة، نظريا هذا الخط ما راح يلامس خط السينات نهائيا، يعني نظريا تقدر تحكي، نظريا ما بدي احكي عمليا،
انه الدواء راح يظل بجسمك حتى لو وصل واحد، راح نقسمها اثنين نص نص، نقسمها اثنين ربع ربع، نفس الشيء تقسمها ظل تقسم فيها لما لا نهاية. تخيل هذا نظريا، تمام؟ يعني عمليا الوضع مختلف حسب الجراف هذا اللي برسمه. طيب جميل. هسه بالنسبه للزيرو اوردر كاينتكس، حكينا في عندك ليميتد نمبر اوف انزيمز ان يور ليفر، فبالتالي انا ما بقدر احمله لود زياده، تمام؟ ما بقدر احمله لود زياده. اذا افيو دراج انكلود، طبعا هو بالنسبه للزيرو اوردر يعني من رحمه ربنا برضه انه مش كل الادويه، بس عدد قليل جدا من الادويه من ضمنها الفينيتوين اللي هو يستخدم في الصرع اللي هو الابليبسي، وفي عندنا الاسبرين كمان نفس المبدا على الزيرو اوردر كاينتكس، وفي عندنا الكحول كمان زيرو اوردر كاينتك بالمناسبه، تمام. هذا ما عنده هالف لايف فيكسد، هسه بشرح لكم اياه ليش، تمام. خلينا احنا فهمنا الفيرست اوردر، خلينا نفهم الزيرو اوردر الان. لنفترض انه عندك انت 100 ملي جرام اوف دراج اكس، وعندك 100 انزيم، تخيل فقط 100 انزيم، افهم شو قاعد احكي انا، تمام جميل. وكل انزيم نفس المبدا نفس المثال اللي قدر انه يتخلص من نص ملي جرام بير اور، تمام. جبت 100 ملي جرام افتر 1 اور راح تصير قديش؟ 50 ملي جرام. افتر 1 اور راح تصير قديش؟ 25. طيب يا سيدي انت ارفع الجرعه شويه، بدناش 100 خليها 1000، بدك تنسى الحكي هذا كله العاد، تمام. 1000 ملي جرام، اوكي. طب 1000 انا ما بقدر اشغل غير 100، يعني راح اشغل راح اشيل من 1000 100، اجيب هال100 هاي اوديها على 100 انزيم، راح اشيل منها 50 25 وهكذا. طيب بضل عندي 900، راح اصفوا على الدور 900، راح اشيل منهم كمان 100، يعني اول شيء راح اخلص من المية الاولى، تمام. بعدين من هون صارت 50، فضي 50 انزيم، بجيب 50 من هون بصير 100 جديده، 100 بشيل منها كمان 50، فضيت 50 بتجيب كمان 50، تمام. يعني حسب العمال اللي عندك، عندك انت 100 عامل فقط، تمام، وعندك 1000 وظيفه، كل عامل عنده قدره انه ينفذ ايش وظيفه واحده بنفس الوقت، تمام. طيب انا ما بقدر احمل كل عامل وظيفتين لان هو هيك قدرته بس وظيفه واحده، فمية الأولى مشيت بجيب اللي بعديها، مية الأولى مشيت بجيب اللي بعديها، تمام. فنلاحظ إنه ما إله فيكسد هاف لايف، تمام، لأنه كل ما زادت الجرعة يعني بالأقل أنا عندي مثلا ها 100 خلينا نفرض مثلا 200 ملي جرام وعندي 100 إنزيم، تمام جميل، وعندي هون مثالنا 500 ملي جرام، وعندي نفسهم ال 100 انزيم نفسهم هذول. طب مين برايك يستهلك وقت اكثر حتى يصير الاليمينيشن؟ اكيد هاي 500 ملي جرام، صح. طيب عملها اليمينيشن صارت 250 حسب الهالف لايف انه راح يصير نصها، صح. طيب مين يستهلك وقت اكثر، ال 250 ولا 500؟ ال 250 قصدي ال 500، تمام. فبالتالي اول هالف لايف راح يكون اكبر واحد، اذا تمام هاي 1 بيج هالف لايف او لونج هالف لايف. طيب صارت هاي 125، طبعا 125 اصغر من 250، فبالتالي هاي راح يكون الهالف لايف الاقل، هاي اكبر هالف لايف راح يكون. يعني هون نقدر نستنتج انه الهالف لايف الثاني راح يكون اقصر من الاول وهكذا، يعني اول واحد اطول واحد لانه عندي اعلى كونسنتريشن، فبالتالي وي نيد مور تايم، تمام. ليش وي نيد مور تايم؟ لانه عندي عدد محدود من الانزيم، تمام. بعد ما خلصت مهمتي الاولى صار الشغل اسهل لانه انا قللت التركيز، تمام. فبالتالي يونيد هسه اقل وقت، فبالتالي هالف راح يكون اقل واقل 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 حتى يوصل صفر، تمام. فبالتالي هالف لايف هون متناقص، نوت فيكسد هالف لايف، تمام. اذا هون نقدر نكتب ايو نو نوت فيكسد هالف لايف. طيب شو الفيكسد؟ الفيكسد هي الاماونت، كميه الدراج نفسها راح تنشال بنفس الوقت، تمام. اذا a constant amount of drug is eliminated per unit of time، اذا كمية الدواء نفسها راح تنشال بغض النظر عن تركيز الدواء، سواء اعطيته 1000 ولا اعطيته مليون، انا ما بقدر اشتغل غير 100 حبة، اعطيني 100 حبة بشتغلهم، اعطيني 1000 حبة بشتغل 100، اعطيني مليار حبة بشتغل 100، خلال مثلا بساعة انا بشتغل 100 حبة بس، اعطيتني 10 بشتغل 10، 100 بشتغل 100، اعطيتني مليون بشتغل 100،
فهمت كيف؟ في ساتوريشن. سو لانها في ليميتد مايكروسومال انزيمز، وبالتالي نستنتج انه الانزيم هاي راح تكون اقل than the drug substrate، اقل منها بكثير. تمام. وزيرو اوردر كاينتكس هيك راح يجي شكلها. هيو اول هالف لايف، خمسين. شوف كيف، شوف كيف مكبر الهالف لايف. انت ممكن يجوك سؤال ترى يقول لك الهالف لايف متناقص ولا يعني متزايد ولا ثابت ولا شو. هون حكينا الهالف لايف از فيكسد، هون حيكون له ديكلاين. ديكلاين دي اقل يا جماعه. شوف كيف هاي اول هالف لايف، هاي واحد، هاي اثنين، شوف كيف اقل. شوف كيف الثالث اقل، الرابع، الخامس، عبين ما يشطب هيك ويصير صفر، عبين ما هالف لايف راح يضل لي حتى يوصل زيرو. تمام. طبعا هاي اخطر صراحة من الفيرست اوردر كاينتكس، لانه ممكن سهل جدا يصير لها اوفر دوس. لانه مثل ما حكيت عندك مثلا 100 انزيم، اعطيت 100 دراج او 100 ميلي جرام اوف ذا دراج، اوكي. اعطيت 150 يعني قول اوكي. اعطيت 1000 مصيبة، مصيبة جد مصيبة. تمام، صار في اوفر دوس. طيب جميل جدا. هسه خلينا نجي لاخر موضوع بالمحاضره اللي هو البايو اكويفالنس. البايو اكويفالنس جميل. يقول لك this property applied when the pharmaceutical companies need to make a copy of original drug. تمام. هسه هاي الفكره من equal. تمام، يعني زي ادويه متساويه في الفعاليه خلينا نقول. تمام، تستخدمها الشركات الدوائيه يعني بحالتين. اول حاله انها بدها الدواء الاول، مثلا انت دواء اوريجينال، دواء اصلي. تمام، انت تعمل منه انذر فورم، يعني اول فورم شكل من الدواء كان عباره عن كبسول. تمام، الفورم الثاني بدك تعمله تابلت، يعني عباره عن اقراص كلاهما اورال. تمام، نفس الروت اوف ادمنستريشن. تمام، هسه بدك تقارن اي افضل او اي بيختلف، يعني الدواء الاصلي اللي هو كان مثلا كبسول، ولا الدواء الجديد اللي انا عملته اللي هو يعني نفس المكونات ولكن عملته شكل تابلت. تمام، فبستخدم شيء اسمه بايو كوفيلنس. او الحاله الثانيه اللي ممكن نعمل فيها بايو كوفيلنس، انه اذا احنا بدنا نقلد دواء معين. تمام، بدنا نقلد دواء معين، مثلا عندي باراسيتامول، شركه كبيره بتصنع دواء اسمه اسيتامينوفين زي ما نعرف. تمام، بس انا مصاري عقدي ما بقدر اعمل شركه كبيره زي هيك، فبعمل يعني مصنع صغير بقلد هذا الدواء. تمام، كيف بدي اقلده؟ بدي احاول اجيب نفس كيميكال جريدينت، يعني قد ما جبتها ما راح اقدر اجيب نفسها، لانه هذيك لها سر يعني، لها خلطه يعني خاصه وما راح احطه فيها. تمام، جميل، بصنع الدواء تبعي. هسه حتى الـ FDA اللي هي منظمه الصحه والدواء الامريكيه توافق لي على هذا الدواء تبعي، لازم يكونوا بايو اكويفالنس. طب شو المقصود بالبايو اكويفالنس؟ حكينا لك اياها، لازم يكون لهم ايدنتيكال اكتيف انجريدينتس، يعني كلاهما يحتوي على اسيتامينوفين. انا دوائي اسمه مثلا اكس، ودواهم اسمه باراسيتامول اللي هي الشركه المصنعه للبنادول او الاسيتامينوفين الاصليه. تمام، انا شركتي ناشئه وصغيره يعني، ومش هدف تجاري بس هدف امشي حالي. لازم يكون ايدنتيكال اكتيف انجريدينتس، سيميلر بايو افيلابيليتي. تمام، شوف كيف البايو افيلابيليتي، انه الامتصاص وكيف قديش الكونسنتريشن ذات ويل ريتش ذا بلازما، لازم يكون نفسه. تمام، برودوس ذا سيم افكت، لهم ذا سيم سايد افكت، يعني خلينا نحكي متشابهات لدرجة كثير كبيرة. تمام، إذا كانوا بهاي التشابه القوي جدا ولهم نفس الستاتستكس، شوف كيف حتى لو أنا عملت لهم بلوت على إكسل مثلا أو على زي هيك، تمام، لازم يكون لهم نفس الستاتستكس، نفس القيم، نفس البيك كونسنتريشن. مثلا after one hour the drug will reach peak concentration، أعلى كونسنتريشن له. والله لهم بايو افيلابيلتي الاثنين، واحد له مثلا 50 واحد له 52، متقاربات سيميلر. السايد افكت والله انه في سيميلر سايد افكت، الافكت نفسه يعني سيميلر. تمام، طبعا ما راح احنا نوصل لجوده الدواء الاصلي اللي هو العلامه التجاريه تبعته. جميل، فخلينا نحكي هون this property applied when the pharmaceutical companies need to make a copy of original drug. تمام، هذا الدواء الاصلي in order to save money، الهدف منه توفير المال. So one of them is original، واحد من الدواء راح يكون original and the another is copy. ما هي أول حالة. الحالة الثانية ممكن نحتاج ال bioequivalence when compare when we need to compare two different dosage form of the same drug. يعني أنا عندي نفس الدواء، هي نفسها شركة باراسيتامول عملت، هي تعمل على شكل tablets زي ما تعرفوا. والله خطر عبالها أنها تعمل على شكل كابسول. تمام، فبتستخدم إشي اسمه bioequivalence. هذا هو.
تمام. اذا الاف دي اي اللي هي منظمه الصحه والدواء ابروف ذس دراج او يعني ذس نيو فورم اف ذيس دراج هاف ان كومن, اذا كان عندها شيء مشترك اللي هو ايدنتيكال اكتيف انجريدينت سيميلر باي افيلابيلتي وهكذا الاشياء نفسها. تمام. اف تو دراجز ار باي اكوفالنت, اذا كان الدويين مثلا باي اكوفالنت سو ذي ماست هاف سيميلر باي افيلابيلتي, وهذا اللي بدنا نصل له. اذا كان الدويين باي اكوفالنت متشابهين بكل شيء اكيد راح يكونوا متشابهين بالباي افيلابيلتي. تمام. هون بحكين if the two drugs or forms are almost the same in peak concentration, half-life and extra, والأشياء الخصائص الأخرى تبعت الفارماكوكاينتكس والدينامكس تبعت الدواء, يعني خلينا نحكي متشابهات. شو قلتهم؟ the FDA approved the new one, إذا رح توافقين عليه ما في أحلى منه. يعني بهاي الحالة مثلا شوفوا كيف هون في عندنا نفس الدواء ولكن بدوز مختلف, أو خلينا نحكي لا بدوزج فورم مختلف. يعني خلينا نفترض أن واحد كابسول واحد تابلت. تمام. مثلا خلينا نفترض انه هذا هو الاصلي لانه له هاي بيك كونسنتريشن. تمام. هذا الاوريجينال وهذا هو الكوبي او النوع الجديد اللي بدنا نعمله. تمام. هسه الاف دي حتى توافق لازم يكون تقريبا البايو ستاتستكس نفسها راح تكون زي هيك, يعني قريبة من بعض. انهم مثلا والله البيك كونسنتريشن قديش؟ حوالي 70, وهون قديش؟ حوالي تقدر تحكي مثلا 62. تمام. نانو جرام بير مل. قديش التامل أخذه؟ والله هون أخذ مثلا حوالي قديش مثلا 5 hours, هون أخذ يعني 2 أو 3 hours. تمام. ففي تشابه بيناتهم. تمام. وكلما زاد التشابه بيناتهم كلما كان قبول الدواء عند الـ FDA أقوى, وكلما يعني زاد الاختلاف بيناتهم يعني صار الشكل هيك, تخيل كثير بعيد عنهم, يعني مش منطق نهائيا نعطي هذا الدواء. تمام. بهاي الحالة بنرفض الدواء and if not further studies will be done, فبالتالي رح نعمل دراسات جديدة ورح نعيد الخطة من جديد لأنه دوانا فشل فمضطرين ما نلعب اللعبة هاي أو نلاقي حل يعني. تمام. ولكن كنا انهينا هاي المحاضرة. يعطيكم ألف عافية.